القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. البرلمان الإثيوبي: سد النهضة ليس على حساب مصر. ضربة جوية لحماية حدودنا الغربية. بيان الداخلية عن الوراق. الأسعار جديدة لشراء القطن. وإلى تفاصيل النشرة. نهضتنا لن تكون على حساب الشعب المصري، هذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الإثيوبي أبادولا جميدا، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بمسار تفاوضي مع مصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، مؤكدا خلال استقباله سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر محمود إلى ثقته في قدرة الحوار البناء والشفاف الحالي بين البلدين على تحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف. وكانت القاهرة قد حذرت مؤخرا من إضاعة المزيد من الوقت في ملف سد النهضة الإثيوبي، وطالبت بتدخل سياسي في الأمر وإزالة أي عقبات قد تعيق إتمام الدراسات الفنية للسد وتأثيرها على مصر. ضربة جديدة لقواتنا المسلحة ضد الإرهاب، فقد نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو يوضح الضربات الجوية المركزة ل15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة وذخائر على الحدود الغربية. وأوضح البيان أنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد تجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بسرعة التعامل معها، وأكد البيان أن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار 14 ساعة الماضية، حيث أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة. وعن الوراق، قالت وزارة الداخلية أنها شنت حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، وحال ذلك فوجئت القوات بقيام بعض الأهالي بالتجمر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة، وقاموا بالتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة 31 من رجال الشرطة من بينهم 8 ضباط بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وقد تم نقلهم لمستشفى لتلقي العلاج، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. الإعدام للقتلة، فقد أحالت محكمة جنايات الإسكندرية 3 متهمين كونوا خلية إرهابية استهدفت أفراد الشرطة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وكان المتهمون قد استهدفوا قولا أمنيا متحركا ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم. تحديد سعر قنطار القطن، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر شراء محصول القطن الموسم الحالي على أن يكون 2300 جنيها لتوريد قنطار من المزارعين والمنتجين وجه بحري و2100 جنيها وجه قلي. وقال رئيس صندوق تحسين الأقطان إن السعر المعلن تلتزم به الحكومة لشراء الأقطان من المزارعين والمنتجين في حالة انخفاض الأسعار العالمية عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وفي حالة ارتفاع الأسعار في السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق. تكريم كاتب كبير، حيث نظم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة احتفالية تكريم الكاتب الكبير عبد التواب يوسف عمدة أدب الطفل في مصر والوطن العربي، وذلك بحضور السفير هشام يوسف. وقال حلمي النمنم وزير الثقافة إن انتماء الكاتب الكبير وحبه للوطن هو ما دفعه لأن يرفض عرضا من لندن للعمل هناك، فيما قال الدكتور جابر نصار أن أدب الراحل أدب استثنائي للأطفال، فنحن من الجيل الذي قرأ وتعلم من قصصه، وقت إن كانت قصص المربع الذي يشكل وعي الأطفال والشباب والذي نحن أحوج ما يكون إليه الآن. وأكد الإعلامي عصام يوسف أن والده ترك إرثا ثقافيا يزيد عن 1000 كتاب شكل زخما كبيرا في أدب الأطفال، مشيرا إلى أن برنامج العباقرة الذي يقدم على القاهرة والناس يعود لفكرة برنامج الكأس لمين الذي تعود فكرته بالأصل لعبد التواب يوسف. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.